سكان مدينة تازروك يلتزمون بالحجر الصحي واحترام التعليمات الوقائية، ويناشدون سكان بقية المدن الجزائرية بضرورة المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. كاش مواطنين اللي خرجوا في أوقات الحجر، على هذوك نصحوا كافة المواطنين في جميع أنحاء الوطن، خاصة البلايص اللي فيها الكورونا بزاف، ننصحوهم بالالتزام بالحجر الصحي حتى يحموا صحتهم وصحة أولادهم وصحة عائلتهم. نتمنى من الجزائريين أنهم يولوا يوعوا، وهذه الأمور كلها التهافت على الخضر والتهافت على الفواكه والتهافت على الحلويات والملابس، هذه كلها نختار عليها أننا نكون في صحة جيدة، أننا نكون في صحة جيدة وما يجيناش الوباء لمدينة تازروك ويخرج الوباء من الجزائر بصفة عامة. السلطات المحلية لم تسجل أي مخالفة للتعليمات منذ بداية الحجر إلى يومنا هذا. الالتزام تاعو كان التزام إيجابي 100%، والحمد لله لحد الساعة لم نسجل أي مخالفات سواء من المواطنين أو السائقين المركبات أو كل إنسان محترم هذه الإجراءات المتخذة من طرف السلطات. الحجر الصحي لم يمنع الساكن من مزاولة مختلف أنشطتهم بما في ذلك الفلاحية والتي تعتبر النشاط الرئيسي لهم. نموذج في الالتزام بإجراءات الحجر الصحي لو يقتدي به المواطنين في بقية المدن والقرى والمداشر لالتهى كابوس تسجيل تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز 150 إصابة يوميا. بالمدينة تازروك، الشيخ لتيم لقناة الشروق نيوز.